السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت قاعد بتتفرج على كاس العالم بتركيز شوية ومهتم بكل المباريات حتى مباريات منتخب كرواتيا، هتلاحظ حاجة بتجمع ما بين كل لعيبة منتخب كرواتيا، وهي ان تقريبا اساميهم كلها بتنتهي بإتش. فتلاقي مودريتش، تلاقي بيريزيتش، تلاقي بروزوفيتش، تلاقي اي حد من الحاج إتش، تحس ان كلهم من عيلة واحدة، قلبهم على قلب بعض، كلهم من عيلة إتش. والكلام اللي انا بقوله ده انت ممكن تفتكره هزار تماما، لكنه الحقيقه فيه شويه جد. فاضافه اتش دي بتعني الانتساب الى اسم الوالد. على سبيل المثال، فمودريتش هو اصلا ما اسموش مودريتش، انما مودريتش معناها ابن مدري، وبروزوفيتش معناه ابن بروزو. يعني انت كده لما بتبقى قاعد في بلدكم وتلاقي حد بينادي يا خالد يا ابن الحاج سيد، هو ده بالظبط اللي بيحصل في كرواتيا. بس بدل خالد ابن الحاج سيد، في لوكا ابن الحاج مدري، وفي ايفان ابن الحاج بيريزي، وهكذا. هي دي باختصار حكايه اتش مع شعب كرواتيا. واضافه اتش دي ما كانتش حاجه لغويه اصيله يعني في اللغه الكرواتيه، هو عرف وتقليد تحول مع الوقت الى ما يشبه القانون وبقى سائد في معظم كرواتيا. وبما ان بقى كرواتيا وصلت دور ربع النهائي وشكلها كده بتحرجم على مفاجاه زي اللي عملتها في 2018، قول لنا هل كرواتيا هتقدر تحقق كاس العالم ولا لا؟ سلام.